كنا نتأمل من الله سبحانه وتعالى من المنظمات اللي عم تعمل وتساعد الناس، وأوضاع الناس مهترية. يعني ما بدي أقول لكم كيف أوضاع الناس، الخيام اللي تعباني صلى كذا منهم، اللي صلى 5 سنوات ومنهم صلى 3 سنوات و4 سنوات، وبتعرفوا الشيء حر الصيف كيف بيشقق بالشمس، بتشقق الخيام اللي نايلون، لا في عمل لا في مصنع ولا في معمل ولا في مكان تشتغل الناس فيهن. يعني صعب كتير حياة الناس في المناطق المخيمات ومناطق المناطق التي هجروا إليها. نتأمل من الله سبحانه وتعالى من المنظمات اللي عم تعمل وتساعد الناس، يساعدوا هالناس إلى ما يحتاجون فصل الشتاء من ثياب، من مشوادي، كل ما يحتاجه فصل الشتاء لدرء البرد والحياة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يساعد هالناس اللي تمدون تكون في عونهم، ونرجو من الله أن يكون يقبل الخير على الجميع.